الفيديو اللي هعرضه عليكم دلوقتي ده لو ظهر لك او ظهر لك فاعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبك او بيحبك عشان يظهر الفيديو ده قدامكم دلوقتي، وخاصة في ايام العيد اللي احنا فيها دي. الفيديو اللي هعرضه عليكم دلوقتي هيفهمكم معنى آية في القرآن ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا مثل. تعالوا الاول نشوف الفيديو ده ونقول بعديها الآية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. يعني ايه الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى ادانا مثال في القرآن، امرأة كانت بتغزل لبس كبير زي مثلا فستان طويل بتغزله من الصوف، واول ما تنتهي منه وتخلص الفستان بشكل حلو ده كانت تمسك طرف الخيط اللي هو الصوف وتقوم شداه وتكر فيه زي ما شفتم في الفيديو دلوقتي. ليه انا بقول الكلام ده دلوقتي؟ لان احنا خلاص خرجنا من رمضان، اوعوا بقى تهدوا اللي بنيتوه. لان رمضان كنا الحمد لله بنصلي تراويح وقيام ليل وقرآن وبنغض البصر، بنات كانوا ملتزمين باللبس الواسع والحجاب الشرعي. كملوا واثبتوا على كده، لو عملنا عكس كده هنبقى بالظبط زي المرأة اللي احنا لسه متكلمين عنها في القرآن. بس ده مش هيحصل في لبسنا، هيحصل في حسناتنا وهيحصل في مجهودنا اللي احنا عملناه في رمضان. ليه واحد بعد رمضان رجع يعاكس في البنات مبقاش يغض البصر، والبنات فجأة كده سابت للبسها الواسع ورجعت للضيق تاني، تسمع لأغاني تاني وحاجات تانية كتير. خلوا بالكم بقى تعملوا كده علشان ما نبقاش زي المرأة التي نقضت غزلها.